بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وغارد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وفديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا
وتعفوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.